أرحب بكم اليوم في محطة تجمع الشرقية الصحي للتوعية في مطار الملك فهد الدولي. يحرص تجمع الشرقية الصحي كل عام على التواجد في مطار الملك فهد واستقبال الحجاج القادمين عبر سواء عبر المنافذ أو العابرين عبر مطار الملك فهد الدولي لتزويدهم بالمعلومات التوعوية الصحية وتطبيق الاشتراطات الصحية اللي يحتاجها الحاج قبل التوجه إلى أداء مناسك الحج. مثل ما أنتم شايفين هذا العام المشاركة عندنا أكبر من العام الماضي، يوجد تقريبا أكثر من 60 متطوع ومنهم كوادر صحية سيعملون على مدار الساعة لتوديع الحجاج المغادرين من مطار الملك فهد، وسيتم تقديم العديد من الخدمات الصحية للحجاج، أهمها قياس الضغط والسكر، وبعد كذا سيتم تزويدهم ببطاقة التعريف بالمريض. هذه البطاقة جدا مهمة لأنها تعرف الحملات أو المرافقين للحاج بالحالة الصحية للمريض، تحوي أهم الأدوية اللي يحتاجها المريض، الأدوية الإسعافية، فصيلة الدم، وكذلك أرقام الطوارئ إذا احتاج التواصل مع أحد أقارب المريض لا سمح الله. كذلك إحنا حريصين في تجمع الشرقية الصحي إن أي حاج يغادر مطار الملك فهد الدولي إن إحنا زودة بدليل الحاج الإرشادي، هذا الدليل إحنا أعديناه ونزوده للحجاج عن طريق مسح الباركود في جوالاتهم الخاصة، بحيث ممكن للحاج أن يدخل على الجوال ويطلع على أهم النصائح الإرشادية والوقائية اللي يحتاجها خلال أداء مناسك الحج، وأبرزها اللي هو الوقاية من ضربات الشمس والحماية من الجفاف وبالتأكيد الحماية من الأمراض المعدية، وكذلك كيفية حفظ الأطعمة والوقاية من التسمم خلال أداء فريضة الحج. زي ما أنتم كذلك اليوم تجمع الشرقية الصحي مركز المراقبة في مطار الملك فهد الدولي يعمل على مدار الساعة ومتوفر بالكوادر الصحية المستعدة للتعامل مع أي حالات إسعافية للحجاج لا سمح الله في المطار. فيوجد لدينا في المطار فريقين، فريق خاص بتوعية وتثقيف الحجاج وفريق خاص مستعد إسعافي لا سمح الله احتاج أي مريض أو أي مسافر من الحجاج لأي إسعافات أو أي تدخل طبي. طبعا بالنسبة على مستوى المنطقة الشرقية، الحملة نحج بوعي صار لها الآن تقريبا أطلقها أمير المنطقة قبل شهرين تقريبا، وهي وكان عدد المتطوعين في هذا الحملة ما يقارب 400 متطوع، أكثر من 400 متطوع. الحملة كان يوجد فيها فريق في النزول الميداني متواجدين في جميع منافذ المنطقة الشرقية، والآن نحن متواجدين في مطار الملك فهد الدولي لتوديع الحجاج المغادرين من مطار المنطقة الشرقية.